حضرتك شايف بقى، حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا، وحضرتك برضو معروف كمخرج مسرحي كبير، يعني أكيد ده فات حضرتك في شغلك كممثل اختيار الأدوار. مخرج، يعني كونك مخرج أفادك إزاي في إن أنت تبقى ممثل، وإزاي شايف الدراما دلوقتي والحاجات اللي بتتعرض للشباب دلوقتي؟ يعني الاخراج اذا كان فن، لان انا لما باجي اخرج انا بقرا العمل ككل، بقرا كل شخصيه. لما باجي اوجه ممثل او اقول له لا هنا هنقول كذا، لان دايما كنت اقول للممثلين وهو بيقرا دوره اقرا ما بين السطور، ما بين صح. السطور ده اللي مش باين، اللي هو انا وانا بقرا شخصيتي دلوقتي، ايوه. بقرا المشهد ده، انا بقرا العمل ككل. ليه؟ منى قالت عليا ايه في المشهد اللي فات ممكن ما اكونش حاضره، من خلال الاواله بتاعتها اصله عليا. عصبي قوي مثلا، اصله بيتنرفز فابدا بسرعه، انا كل دي ملحوظه يفيد شخصيتي شخصيا. فابدا اعمله. يعني مثلا لما جيت زمان، يعني مثل سهل، يعني وانا بعمل شخصيه دكتور الحفناوي جوز السيده ام فيلم ام كلثوم، كلثوم طبعا. ف اولا ما كانش عندي حاجه، مدام انعام ربنا يديها الصحه ويكربها، يعني إذا كل اللي إنعم محمود ادتوني علي. صوره أيوة. في عزا الست ام كلثوم، كان الدكتور حسن قاعد جنب الاستاذ عبد الوهاب رحمه الله عليهم. حاولت اكلم الدكتور محمد ابنه وما أيوة. عرفتش عشان اجيب معلومات، مراجع أو معلومات. فانا يعني مش عارف. فبدات في مشهد بيني وبين اسماعيل محمود الله يرحمه، كان بيعمل محمود الشريف، فيقول لي اصل لما هو خطب الست ام كلثوم بيقول لي أيوة. هتقدم للست، بقول له بص اللي اتجوز واحد زي ام كلثوم لازم يبقى ذكي طبعا لماح واثق في نفسه. قوي مش عارف. بالظبط، فلما انا قلت ده في المشهد بدات اخد ده على اساس يبقى في شخصيتي ريفرنس لما اروح للشخصية اقول لها. حضرتك. وقعدت افكر اللي هو بقى القرايه بين السطور، كيف لرجل كهذا وهو كان دكتور مشهور طبعا. وكبير، انما ام كلثوم. طبعا. فعرفت معلومه انه لما راح البلد وهو كان متجوز ومخلف قال لهم انا اتجوزت الست، الله. يبقى كيف لهذه الشخصيه ان تتعامل مع هذه الـ القامة الـ 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 العظيمه. طبعا. فبدات من خلاله صوتي هيبقى درجته ايه؟ هعمل ايه؟ طب الله. المشهد اللي انا زعلان معاها لما اتاخرت عليا الله. هيبقى ازاي؟ ده القراءه بين السطور. وكانت المفاجاه اللي بالنسبه لي رهيبه، طبعا لما شفت الصوره عملت شعري بقى زي الدكتور حسني ايوه ولزقته طبعا. وجبت نظاره قديمه ده وكده الشكل وبتاع. الخارجي، لكن الاستعداد النفسي ده عملناه حاجه تفاصيله تانية، بقى. بس لا، المفاجاه كانت والمذاكره بالنسبه والبحث اللي حضرتك قمت بيه المفاجاه كانت بالنسبه رائع. لي لما رحنا نتكرم في الاردن، والسفاره المصريه بعد ما عملنا في التلفزيون الاردني، فلقيت واحده جايه بتجري عليا قالت لي انا الدكتوره فلان وفلان تلميذ الدكتور حسن الحفناوي. قلت لها كويس قوي، انا عملت ايه بقى بالدكتور حسن؟ فالمفاجاه كانت بالنسبه لي قالت لي انت الله، حسن حاسس الحفناوي ان هو بس بيمشي على انت ده. اطول منه شويه. الله. قلت لها بتقولي ايه؟ قالت طريقه كلامه بتاع. استغربت، يعني انا بذلت جهد بس مش درجات دي. فمره في عيد ميلاد الاستاذ سمير خفاجه الله يرحمه في بيته، فتعبت من الوقفه لانه كان حبيبي وقاعد جنب منه يعني بتاع، فقاعد انا وهو كده، انا قاعد كده وواحد قاعد كده، ايوه. فراجل كبير فكل شويه بص لي عامل ايه؟ فقول له اهلا وسهلا يا فندم. ابص لي قال له اهلا وسهلا يا فندم. هو عمال ضحك له ثالث مره قال لي على فكره انا ببص لك عشان انا صديق الدكتور حسن الحفناوي والله يرحمه. يا الله. رحت ناقل جنبه قلت له طب قول لي بقى انا عملت، قال لي انت حسن الحفناوي. معقول يا استاذ انت صح محمد بس انت اطول. لسه حضرتك لغايه دلوقتي بتخاف قوي كده؟ يعني رغم مسيره حضرتك الفنيه الطويله دي لسه بتخاف من الجمهور وبتشوف بتسال بعد الدور؟ شوفي حضرتك ال 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 ما بمشي في الشارع، ايوه. ممكن مبقاش نجم كبير ولا حاجه ولا بتاع، لا يعني طبعا. معقول. لا نجم طبعا. كبير وقدير لا وانسان وكل حاجه. لا انما طبعا. الناس تقول لك ايه؟ يا استاذ احنا بنحبك وبنحترمك. ايوه. فلما كل حد يقول لي بحترمك طبعا. فانا لازم احافظ على ده، وايه وبنصدقك، فبدام الله الله. بيصدق لازم احافظ على ده لان ده راس مالي. الحمد لله لما بطلع في اي حته اتكلم فيها الناس بتصدق، لان انا ما بتكلمش من هنا، انا بتكلم من هنا من اللي قلبك. جوايا بقوله صحيح. ما صحيح. بعرفش اجمله.